دي مشكلتك مع خالد التويتي. ما عندي حتى مشكلة. ديما انتقدك قبل عمناوي الفينيسما، قال بلال ما عندوش بلاصه في الفريق. يا عمناوي السنة كيف قال فيا فاهم ظهر لازم طبيب نفسي. فما حاجه بيناتكم بلال؟ والله لا عندي حتى. سمعته انت اكيد. قالوا لي والله العظيم قالوا لي طبيب نفسي علاش مريض انا باش نمشي. معناها ربي يهديه بالرغم اخوه ناس مليح ويخدم معانا. ما عندي حتى مشكله معاه. ما نهار كامل يجبد كان فيا انا ما عندي حتى مشكله معاه. معناتها تو هذا كلام معناه يقول طبيب نفسي يعني كل مره يجبد ما عنده ما عندي حتى بلاصه. 12 سنه نلعب في النادي الافريقي باش نقول له عيب معناتها اكبر مني ما نجم نقول له شيء معناتها غير يقول له سيبني وكاو معناتها ما بيناتنا حتى شيء. حكيت مع سامي تويتي ولا لا؟ باش نقول له سي سامي نحترمه ونحشم منه ويحبني ابريتو ما نجمش نقول له كلم خوك ولا ما ابريتو ما عملت له شيء انا ولا فهمت ما عندي حتى مشكله معاه ونحترمه.